كان زمان الفول بيزرعه، فجاء حماته وديها أكلتيه، وسلفتها أكلتيه، وسلفتها التالتة أكلتيه، والرابعة أكلتيه، كل واحدة أكلتني ده شو إيه على الراحة كده. قامت حماتي قالت إيه، أنا هحدشش أنا الأول وابن لاقي، كان معاها موجود دي صغير، هدشش هو أنا أحسن. فطومة قالت لي أنا اللي هعمل الأول، دي قالت لي أنا اللي هعمل من الأول. اتخانقوا بعض، جه جوز فطومة إيه ضرب ستك بالكف. قالت له أنت بتضربني، إن شاء الله اللي ضربني بالكف ينضرب يصور. وحماتها قالت لها بتبتدي عليا بيت وإيه، وبنعود الحطب كده وبتضربها يعني إنها ما تدعيش على سلفيه. راحت شدها منه وقيتها جاب الدم، عملوا هي جنبها على كده، ودي عايزة تدشش الأول، ودي عايزة تدشش التاني، ودي عايزة ده كل واحدة تدشش الأول عشان ابنها رأى. كالتان بيدششوه على الراحة كده، على الراحة. سبحانك يا رب، ويرنشوا البنب والآخر يشيلوه من تحت البنب كده بالضيارة كده، ونقوه فصوص فصوص الفص كده اهوت. زي دلوقتي بيقول لك الطعمية بجنيه، الطعمية هي ده طعمية، ده زي عاملة زبلة الجبل. الفقر والإدراء يعني. كان الفل زمان بينزرع وحلو وريحته حلوة، دلوقتي الفل ولا طعم ولا ريحة ولا أي أكل في أي كانت ده. الحباية بتبقى قد كده وزي البيضة، وناكله. أبا يجيب لنا بابا، البيضة ونعمل بابا يجيب لنا الفل الأخضر، يجيبه ناكله أخضر. نعمل بالاتنين كيلو وتلاتة كيلو طعمية يبقى قد كده، الله روقتنا حبوها حبيبتي ماما. يبقى الطعمية كده اهو بالبيضة، وعمال يقلب ازاي. دلوقتي ما فيش حاجة لها نفس ولا طعم ولا ريحة، ربنا يرحم. بالك ما فيش حاجة لها نفس ولا ريحة ولا طعم دلوقتي. لا وده مش عارفة الأرض، الأرض ما هي هي الأرض، بس الناس يقلبها فسد. دي الناس أنا مش عارفة ليه بعدت عن ربنا، عن الدين، عن الإسلام، عن الأرض الإخلاص، عن هي الإحسان للوالدين، عن تطلع كل ما حاجة. يعرفوش اللي فيه جنة وفيه نار، وفيه جاي العذاب وفيه الحساب والعقاب. يراقبوا ربنا الأرض وخافوا تطلع يا رب، الفول، يا الأخضر رب، يا رب الفول. ارحمنا.